تفاصيل اكتر خلينا نعرفها من استاذ احمد عبد الحافظ الحاصل على المركز الاول في انتاج محصول القمح على مستوى الجمهوريه. صباح الخير على حضرتك يا استاذ احمد، ومبروك التكريم. ويعني لو تقول لنا كده اكتر الحاجات اللي ساعدتك ان انت توصل بمحصولك يعني للمركز الاول على مستوى الجمهوريه. صباح الخير يا استاذ هدير. صباح اهلا الخير، بحضرتك. وانتم طيبين وحضرتك بخير. انت بالصحه والسلام. والله الحمد لله رب العالمين. احنا سمعنا توصيات مدير الارشاد ومكتب الارشاد كلهم كانوا معاونين يعني في الارض، والله صل على النبي، حرقنا الارض وظبطناها وحطينا السوبر وضربناها بالليزر وكده، وجبنا الستاره عملتها لنا زرعتها. يعني الفدان كان خد 45 كيلو، وبعد كده عملها لنا خطوط تاني كده بالمحرات ورويناه. كل ده حضرتك عرفته من التوصيات اللي قالت عليها الحقول الارشاديه؟ اي نعم نعم، من استاذ المهندس اللي كان بيجي طيب معانا هنا. حضرتك ماشي يا حاج احمد، حضرتك بتزرع قمح كل سنه؟ كل سنه بزرع قمح. ايه المختلف السنه دي؟ والله المختلف السنه دي اللهم صل على النبي، الانتاج زاد حلو. يعني الانتاج زاد نفس الصنف اللي بتزرعه كل سنه، لكن الانتاج زاد ولا في صنف لا تاني؟ لا، ده الصنف اللي احنا زرعناه جديد، سلسة 14. انما كان الاول كنا بنزرع مصر واحد، وكان في اصناف تانية بنزرعها يعني. بس الحمد لله السنه دي يعني ان شاء الله برضه السنه دي هنزرع قمح ومعاهم برضه مع الارشاد ان شاء الله تعالى. طيب الناس بقى اللي حواليك والاهل بقى في المنطقه استقبلوا ازاي موضوع التكريم والمركز الاول ده؟ والله هم فرحانين واحنا فرحين طبعا، والكل فرحان. الكل فرحان وعاوزين يعملوا زي ما انا عملت السنه اللي فاتت ان شاء الله. يعني انت بتخطط السنه الجايه انك برضو تبقى المركز الاول؟ الله يعني ان شاء الله تعالى، بس النيه بامر الله تعالى هنزرع غله ان شاء الله السنه الجايه، السنه دي يعني. الناس ما بتسالكش بتزرع ازاي؟ يعني بتعمل ايه؟ وصلت لده ازاي؟ والله يا استاذ هدير هم الكل، الناس كلها بتسالني يعني. عشان ارضنا على الطريق، واللي رايح واللي جاي بيشوف احنا بنعمل ايه، وكانوا بيسالوه. تمام. وردت على طول يا حاج احمد؟ على طول. ودينا الصوامع على طول. صوامع على طول. عندكم صوامع في المحافظه؟ صوامع جديده؟ فيها. خدناها في العربيه وديناها على طول يعني، ومبسوطين الحمد لله يعني. ده عظيم جدا. ايه رايك في الزراعه التعاقديه؟ والله التعاقديه حلوه 100%. تنصح الناس بيها يعني؟ انصح الناس بيها عشان اعرف انا ودي غلت فين وانتاج يعني وسعرها كام، عشان ما حدش يضحك علينا كده ولا كده. عظيم جدا يعني. عشان التاجر مش يضحك عليا، لا انا اتعاقد وهعرف ايه المكان اللي انا اودي الغله بتاعتي فيه وسعرها كام. الف مبروك مره ثانيه يا حاج احمد. الله يبارك فيك يا استاذ محمد. كل الشكر ليك الحاج احمد عبد الحافظ الحاصل على المركز الاول في انتاج محصول القمح على مستوى الجمهوريه.